بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب باب من الشرك النذر لغير الله، هو أحد أبواب جاءت في كتاب التوحيد متتالية لبيان بعض أنواع الشرك الأكبر الناقل من الملة، فذكر في الذي قبله الذبح لغير الله، وفي هذا الباب النذر لغير الله، وفي الذي يليها الاستعاذة بغير الله، وفي الذي أيضا بعده الاستغاثة بغير الله ودعاء غيره سبحانه وتعالى. فهذه كلها من أنواع الشرك الأكبر الناقل من الملة، لأن الشرك الأكبر حده صرف العبادة أو شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقد دلت الدلائل في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومنها ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، على أن النذر عبادة وقربة لله عز وجل، والعبادة حق لله، فمن صرف شيئا منها لغيره كان بذلك مشركا، الشرك الأكبر الناقل من الملة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة حق لله عز وجل، وصرفها لغيره شرك به. وقوله من الشرك النذر لغير الله، من الشرك أي الأكبر، من الشرك أي من الشرك الأكبر الناقل من الملة، النذر لغير الله. والنذر أن يوجب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه، أن يوجب على نفسه ما ليس بواجب عليه، مثل أن يوجب على نفسه صياما أو عمرة أو صدقة أو صلاة أو غير ذلك من الأعمال. فإذا أوجبها على نفسه سواء تبررا أو جعلها مشروطة بحصول مطلوب أو زوال مكروه، كان يقول مثلا: لله علي إن حصل لي كذا وكذا أن أذبح شاة أو أصوم يوما أو أسبوعا أو شهرا أو أن أعتمر أو نحو ذلك، فهنا يكون أوجب على نفسه ما ليس بواجب عليه في أصل الشرع. والسنة جاءت بالنهي عن ذلك، وأن الأصل في العبد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات بسماحة نفس دون أن يحرج نفسه. وكم يقع كثير من الناس في إحراج أنفسهم بنذور أوجبوا فيها على أنفسهم أمورا ليست بواجبة،
كان يقول قائل لله علي لله علي إن رزقت بولد ذكر أن أذبح 50 شاة، وقت حاجة للولد وطمع في ذلك وحرص على تحصيله لا يكون وقع في نفسه كبر هذا العمل الذي سيقدمه، لكن إذا حصلت الحاجة وجاء وقت السداد والوفاء بالنذر يجد أنه أحرج نفسه. ولهذا جاء في الحديث قال إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل، بينما المسلم يقدم الطاعات والصدقات والنفقات وغير ذلك دون أن يكون ألزم نفسه بها، وإنما يتقدم بها تنفلا وتبررا وتقربا لله سبحانه وتعالى دون أن يكون قد أوجبها على نفسه فيخرجها من نفسه على وجه الإلزام، فيخرجها على وجه الإلزام. ولهذا جاء النهي عنه وقال إنما يستخرج به من البخيل. وجاءت الآيات في القرآن الكريم في الثناء على من يوفون بالنذر، وأيضا في الإخبار بعلم الله سبحانه وتعالى بهم واطلاعه عليهم، وهذا يتضمن المجازات والثواب، وأيضا جاءت بالأمر بالوفاء بالنذر في قوله تعالى وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم. فهذا كله من الدلائل على أن النذر عبادة، أن النذر عبادة، وعلم ذلك من ثناء على من ثناء أهله، من ثناء الله تبارك وتعالى على الموفين به، وإخباره سبحانه وتعالى بعلمه بوفائهم، وهذا يتضمن الإثابة والمجازات والإنعام، وأيضا أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم. والمصنف رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة أولا قول الله سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ذكر جل وعلا ذلكم في معرض الثناء على الأبرار ذاكرا ذلك في جملة خصالهم وأعمالهم التي هي محل الثناء، فمن ذلكم أنهم يوفون بالنذر، ذكر ذلك عز وجل ثناء على أهله، فعلم بذلك أنه عبادة، عبادة وقربة. وإذا علم أنه عبادة وقربة فالعبادة حق لله، وصرفها لغيره سبحانه وتعالى شرك ناقل من الملة. نعم. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ذكر العلم هنا يتضمن الإثابة، أن يعلم بنفقاتكم ويعلم أيضا بنذوركم وقرباتكم، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى من ذلكم شيء فيثيبكم على ذلك. وختم هذه الآية بالعلم أي أن الله عليم يعلم، يتضمن ذلكم معنى الإثابة، أي عليم بذلك لا يخفى عليه شيء منه وسيثيبكم عليه سبحانه وتعالى. وكذلكم إذا ذكر العلم في سياق المعاصي أو ذكر المعاصي أو ذكر الذنوب فإن هذا يتضمن العقوبة، فإن هذا يتضمن العقوبة، أي أن الله عليم بكم ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيعاقبكم عليها. فإذا ختمت الآية بالعلم
إذا ختمت الآية بالعلم والذي ذكر في سياقها أعمال صالحات فهذا يتضمن الإثابة، وإذا ختمت بالعلم والذي ذكر في سياق الآية وفي أثناء الآية شيء من المعاصي أو الذنوب فإنه يتضمن العقوبة. فإذا هذه الآية فيها الثناء على الوفاء بالنذر وأن الله عليم بذلك وعليم بنذورهم كما أنه عليم بنفقاتهم وصدقاتهم وأنه سبحانه وتعالى يثيبهم على ذلك عظيم الثواب، فدل ذلك على أن النذر عبادة وقربة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، وأن من صرفها لغيره تبارك وتعالى فقد أشرك. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أن يطيع الله فليطعه، أي من نذر نذر طاعة لله كأن يصوم مثلا أو يتصدق أو يعتكف. ومر معنا نذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح أن يعتكف في المسجد الحرام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، أي يجب عليه أن يطيع وأن يفي، وأن يفي بهذا النذر الذي ألزم نفسه به وجعله أمرا في ذمته، فيجب عليه الوفاء بذلك. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذا كان النذر نذر معصية فلا يجوز له فعل ذلك بل ينهى عنه. والحديث دليل على أن النذر من جملة الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن صرف ذلكم لغيره سبحانه وتعالى شرك بالله ناقل من ملة الإسلام. والمصنف رحمه الله أورد هذا الباب وقدمه على أبواب أخرى لكثرة وقوع الشرك، لكثرة وقوع الشرك في هذا الباب باب النذور، لكثرة وقوع الشرك في هذا الباب باب النذور في مناطق كثيرة جدا. ولهذا عقد هذه الترجمة وقدم هذا الباب على غيره من الأبواب تحذيرا من هذا الأمر الذي كثر وقوع الناس فيه، خاصة من جهة أن عددا ليس بالقليل دخلوا في هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى من باب ما قد أصيب به بعضهم من مصاب أو من مرض أو حاجة اشتدت نفسه لتحصيلها ونيلها، فأصبح شائع عند الجهلة والضلال قولهم إن مثلا قبر فلان أو ضريح فلان أو المزار الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذور، يقبل النذور، ويعنون بذلك أن النذور عندما تقدم لذلك الضريح أو لذلك القبر أو لذلك المزار نافعة في جلب النعماء أو دفع الضر والبلاء، معنى أنه يقبل النذر معنى ذلك أنه ينفع ويدفع، فيقولون المزار الفلاني أو الضريح الفلاني يقبل النذور، ثم يذهب إليه هؤلاء زرافات ووحدانا يسوقون القرابين والنذور ويستسمنونها يقدمونها لذلك المزار أو لذلك الضريح. وعندما يوافق بتوفيق أو بمشيئة الله
تقديره سبحانه وتعالى الكوني القدري أن ينال إنسان شيئا من الأمور التي كان يريدها. مثلا شخص نذر لمزار من المزارات أو ضريح من الأضرحة إن ولد له ولد أن يقدم له كذا، ثم ولد له ولد، أو أنه قدم النذر مسبقا في سبيل أن يحصل ولدا فقدر الله أن يحصل ولد. كم في مثل هذا من فتنة تحصل للعوام واستدراج يحصل لهم، وتجد هؤلاء العوام ينسون خلقا كثيرا لم يحصل أحد منهم شيئا ويذكرون قصة واحدة أو قصتين وقعت بتقدير الله سبحانه وتعالى فتنة لهؤلاء وابتلاء، فيقولون فلان سنوات وهو ينتظر ولدا أو يشتكي من المرض الفلاني ولما قدم ذلك النذر لذلك الضريح شفي أو حصل الولد أو نحو ذلك. فكم في مثل هذا تحصل من فتنة وضلال واسع عريض للعوام والجهال. وهذا الباب لا يلتفت فيه أصلا لتجارب الناس والحوادث الواقعة، لا يلتفت أصلا لهذه الأشياء. ومن الذي يقول إن الأحكام إنما تعرف ويعلم أو يعلم أمرها من خلال مثل هذه التجارب، ويضيعون بمقابل ذلك آيات واضحات ونصوص صريحة تجرم هذا الأمر وتعده من الشرك الناقل من ملة الإسلام. فهذه من المصائب العظيمة والبلايا الكبيرة التي رزئت بها الأمة في أمكنة كثيرة بصرف هذه العبادة لغير الله. ولهذا تجدهم في بعض المناطق يخصصون مثلا يوما في السنة يقدمون فيها نذورا لضريح ما، أو بعضهم يعلق تلك النذور بحصول منفعة أو اندفاع مثلا مضرة أو نحو ذلك، فتجد النذور تلو النذور تقدم للأضرحة والقبور ومن يعتقدون فيهم ويعظمونهم التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فكان الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ناصحا للناس ولعباد الله نصحا عظيما بعقد هذه الترجمة وبيان أن النذر عبادة وأن العبادة صرفها لغير الله تبارك وتعالى من الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وهذا الوجوب يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن ثناء الله سبحانه وتعالى على الموفين بالنذر. وأيضا مر معنا الآية الكريمة أمر الله عز وجل بذلك: وليوفوا نذورهم. نعم. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. المسألة الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، وهذا ثبت بالأدلة التي ساقها رحمه الله من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول إذا ثبت ذلك فصرفه إلى غيره سبحانه وتعالى شرك، لأن العبادة حق لله، ومن صرف من صرفها أو شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى كان بذلك مشركا الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، يعني من نذر معصية أن يفعل أمرا محرما أو يرتكب أمرا منهيا عنه أو يترك شيئا أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه أو نحو ذلك، فمن نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة التجاء واعتصام، وهي طلب العوذ، يقال العوذ واللوذ، العوذ في دفع ضر واللوذ في جلب نفع. فالاستعاذة هي احتماء واعتصام والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في أن يقي عبده. ولهذا الاستعاذة أيضا هي فرار من شيء يخشاه الإنسان أو يخاف منه أو نحو ذلك، إلى من يحميه ويقيه من هذا الذي يخشاه أو يخافه. فالاستعادة لجوء إلى الله. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خاف قوما ماذا قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فالاستعاذة هي التجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به عز وجل في أن يقي عبده وأن ينجيه وأن يكفيه شر ما يخشاه أو يخافه أو نحو ذلك. فهي عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى، أي طلب العوذ، أي أن يقيه، أن ينجيه، أن يسلمه، أن يكفيه. فهذا لا يكون الالتجاء فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. وسبحان الله، تأمل هذا المعنى في التوسل والدعاء العظيم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه بعد جملة من التوسلات: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. فالنواصي كلها بيد الله، وهو جل وعلا الذي بيد أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. من استعاذ بالله صادقا والتجأ إليه وصادق في التجائه إليه وصادق في التوكل عليه واعتماده عليه سبحانه وتعالى، وقاه الله سبحانه وتعالى وكفاه. وإن كادته السماوات والأرض ومن فيهن، جعل الله سبحانه وتعالى له من كل هم فرجا ومن كل بلاء مخرجا. وقد قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فالله عز وجل هو الذي بيده أزمة الأمور، بيده العطاء والمنع، الخفض والرفع، العز والذل، الحياة والموت، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فلا يستعاذ إلا به، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، لأنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، ولا مفر إلا إليه سبحانه وتعالى. فالاستعاذة عبادة، الاستعاذة عبادة، وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله جل وعلا. قال رحمه الله: وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية الكريمة يذكر الله سبحانه وتعالى فيها حال أهل الجاهلية، ويذكر فيها نوعا من أنواع شركهم وجاهليتهم وضلالهم، أن الأفراد منهم أو الجماعات إذا نزلوا في أسفارهم بواد من الأودية أو مفازة من المفازات، تعوذوا بسيد ذلك الوادي من شر ما فيه، تعوذوا بسيد ذلك الوادي من شر ما فيه، أي تعوذوا بزعيم
الجن أو الشياطين في ذلك الوادي ورئيسهم أن يعيذهم من شر الشياطين أو الأشياء التي تخيفهم في ذلك الوادي. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحال القبيحة السيئة لهؤلاء في هذا الالتجاء والعبادة التي يصرفونها لسيد الوادي ملتجئين به مستعيذين به. يقول الله سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون أي يلتجئون ويعتصمون ويطلبون الحماية والكفاية والوقاية يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين تعلقت قلوبهم والتجأت نفوسهم إلى غير الله بأن نالوا نقيض المقصود فهم تعلقوا بغيره ليحصلوا سلامة أو نجاة أو راحة أو طمأنينة، فالذي حصلوه كما قال الله فزادوهم رهقا. وهذه عقوبة لهم بأن نالوا وحصلوا نقيض مقصودهم. ومر معنا لذلك نظائر مثل قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هنا قال فزادوهم رهقا، هنا قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا ومرضا وسقما وعلة، لا تزيدك إلا وهنا. مثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا كله من المعاملة لهؤلاء بنقيض المقصود، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا، هذا يتناول المنزل الذي يسكنه الإنسان بشكل مستمر، أو المنزل الذي ينزله مثلا بشكل مؤقت، أو أيضا المنزل الذي ينزله لفترة يسيرة في الطريق، فيتناول ذلك كله. من نزل منزلا كأن يكون اشترى بيتا فيأتي بهذا الدعاء في أول سكناه لهذا البيت، أو استأجر مثلا شقة ليسكن فيها شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر فيأتي بهذا الدعاء في أول سكناه لتلك الشقة، أو مثلا في السفر أوقف سيارته ونزل منزلا لساعات أو لينام في الطريق أو يرتاح لبضع ساعات فإنه أيضا يأتي بذلك. فقوله من نزل منزلا جاءت منزلا نكرة في هذا السياق، فهي تعم أي تتناول ذلك كله، سواء كان بيتا يمتلكه أو استأجره لفترة محددة، أو منزلا نزله في الطريق، فإنه يأتي بهذا التعوذ المأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله التامات قيل القرآن، قيل القرآن الكريم، وقيل كلماته التامات أي الكونية القدرية، مثل ما أيضا جاء في بعض الأحاديث التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فالكلمات التامات تحتمل أن تكون القرآن الكريم أو أنها كلمات الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية. من قال أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، المراد بقوله من شر ما خلق أي من شر مخلوق قام فيه الشر، لا أن كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى فيها شر، وإنما المراد من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى هذه الاستعاذة. وانظر هذه الاستعاذة الجامعة التي تتناول ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك، وتنبه لهذا، فإن فهم الدعوات والتعوذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم له أثره في له فائدته في تأثير أو وقوع الأثر والنفع لذلك الدعاء. فقوله من شر ما خلق هذه تتناول كل ما يخشاه الإنسان والشرور التي يتخوف منها، مما يخطر في باله وأيضا ما لا يخطر بباله. قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، لم يضره شيء أي لا يحصل له ضرر، لا يحصل له ضرر ما دام قد تعوذ هذا التعوذ. لا يمنع أن مثلا أن تلدغ مثلا عقرب أو نحو ذلك، لكنه لا يتضرر، لا يتضرر، لا يحصل له ضرر ما دام قد أتى بهذه الدعوة العظيمة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى يرحل من منزله ذلك، حتى يرحل من منزله ذلك، بمعنى أن هذه الدعوة تنال بها أيها العبد حصانة ما دمت في هذا المنزل، فإذا رحلت منها إلى منزل آخر احتاج النزول الآخر إلى تجديد هذا الالتجاء والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. وأيضا يتطلب المقام أن العبد يعتني بذلك في كل منزل ينزله، ويجتهد أن لا يفوته ذلك في أي منزل ينزله. والإمام القرطبي المفسر رحمه الله تعالى يذكر تجربة عجيبة له تتعلق بهذا الدعاء، يقول في شرحه لهذا الحديث أن هذا الحديث أو هذا الدعاء علمنا صدقه رواية وتجربة، يعني من حيث الرواية أو دلالة الحديث على ذلك، ومن حيث أيضا التجربة. يقول فإني منذ علمته ما تركته في كل منزل نزلته، يقول إلا ليلة نزلنا بالمهدية منطقة، نزلنا بالمهدية فلدغتني عقرب، ليلة يقول نزلنا بالمهدية فلدغتني عقرب، فتذكرت أنني نسيته في ذلك المنزل. فإذا هذه الفائدة وهي يدل عليها حتى قول حتى يرحل من منزله، وقال
نعم حتى يرحل منزله، يدل على أنه ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه على تذكر ذلك في كل منزل ينزل فيه، يأتي بهذه الدعوة العظيمة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أذكر مرة ذكر لي أحد طلابنا بعد شرح لهذا الباب في مرة سبقت، بعد أن أنهينا شرح هذا الباب أحد طلابنا ذكر قصة حصلت لبعض أقربائه، قال كانوا في سفر في سيارة وأرادوا المبيت في الصحراء، فأحدهم قال أنا ما أستطيع أن أنام على الأرض، أخشى أن تلدغني عقرب أو تصيبني حية، أو قال لا أستطيع أنا سأنام فوق السيارة. يقول فقالوا له قل هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق ما يضرك شيء، قال أنا ما أستطيع وأبى ونام فوق السيارة. وهؤلاء الرفقة كل واحد منهم فرش فراشه في الأرض وأتى بهذا التعوذ ونام، أتى بهذا التعوذ ونام. لما أصبحوا وهو فوق السيارة يطوي فراشه وإذا به يصرخ لدغته عقرب فوق السيارة، وإذا به يصرخ لدغته عقرب، والعقرب قد تكون حملها مع فراشه والتصقت فيه أو دخلت فيه، يعني مثل أول ما نزلوا وضعوا الفراش في الأرض فدخلت في فراشه ثم لدغته وهو فوق السيارة. فهذه القصة هي من جنس القصة التي يرويها القرطبي عن نفسه، ومثل هذه القصص عند أهل العلم تذكر استئناسا لا اعتمادا، مثل هذه القصص يستأنس بها وليست هي العمدة، وإنما العمدة الدليل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ويكفي في ذلك أن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وأيضا من نظائر ذلك ما جاء في صحيح مسلم في الدعاء أو الذكر الذي يقال في الصباح والمساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، من قاله في الصباح ثلاثا لم يضره شيء. فالراوي للحديث كان وهو أظن أبان بن سمعان كان يروي الحديث لبعض من عنده، وكان أبان مصابا بالفالج فأحد الحاضرين وهو يروي الحديث لم يضره شيء كان ينظر إليه، يعني ينظر إليه يحدق النظر كأن نظرات عيونه تطلب منه أن يوجد ربطا بين هذا الدعاء وبين الإصابة التي فيه بالفالج. فقال له أبان لا تنظر، فإني نسيته يوما ليمضي الله في قدره، فكل هذه تؤكد أهمية المواظبة على مثل هذه الأذكار التي هي حصن حصين للمسلم في صباحه ومساءه وعند نومه وفي نزوله وفي دخوله وخروجه إلى غير ذلك من الأذكار والتعوذات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن الاستعاذة عبادة، وصرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية
الأولى تفسير الآية، أي آية الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وقد مر معنا الكلام على معناها هنا. الثانية كونه من الشرك، كونه من الشرك أي الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في أعمال أهل الجاهلية وأهل الشرك بالله، وأنهم يتعلقون بالجن ويلتجئون إليهم، وذكر الله جل وعلا أن هذا زادهم رهقا أي وهنا وضعفا. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الاستدلال على ذلك بالحديث، الاستدلال على ذلك بالحديث أي حديث خولة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فيقول الاستدلال على ذلك بالحديث، ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على ذلك؟ قال لأن العلماء يستدلون به، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. وممن استدل به على أن كلمات الله عز وجل غير مخلوقة الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السنة في ردهم على المعتزلة وأضرابهم، ممن يقولون بأن القرآن مخلوق، ممن يقولون بأن القرآن مخلوق، ففي رد الأئمة الإمام أحمد وغيره على أولئك استدلوا بأدلة كثيرة، منها هذا الحديث حديث خولة، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من قال أعوذ بكلمات الله التامات، والتعوذ عبادة وصرفها لغير الله شرك، فلو كان القرآن مخلوقا لكان هذا تعوذ بغير الله، لكان هذا تعوذ بغير الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول المصنف: لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لو أن الاستعاذة بالمخلوق قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. المسألة الرابعة فضيلة هذا الدعاء، أي الدعاء الوارد في حديث خولة بنت حكيم مع اختصاره، من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يضره شيء، وقوله شيء جاء جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا يضره أي شيء قل أو كثر، صغر أو كبر، فهذا مما يدل على فضل هذا الحديث. أيضا قوله حتى يرحل من مكانه، حتى يرحل من مكانه، انظر هذا الفضل العظيم، يعني قد تسكن بيت تشتريه مثلا وتقول أعوذ بكلمات الله التامات أول ما سكنت في هذا البيت، ثم تسكن 10 سنوات 20 سنة 30 سنة، ربما أنه بيتك الذي تبقى فيه لأن تموت، فانظر هذا الفضل العظيم لم يضره شيء. ولهذا يحتاج فعلا المسلم أن يتنبه إلى هذا الدعاء في كل منزل ينزله، سواء سكنة مستمرة أو سكنة أو نزول مؤقت. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هذه فائدة عظيمة جدا وثمينة للغاية، والمصنف رحمه الله تعالى عندما يذكر هذه الفائدة أيضا يحسم بها سببا من أسباب ضلال كثير من الناس في هذا الباب، لأن كثير من الناس يضل في هذا الباب
بحكاية بعض القصص يقولون فلان انتفع أو فلان جرب أو فلان مثلا قال كذا ولم يضره مثلا شيء أو سلم أو نحو ذلك. فينبه الشيخ رحمه الله على هذه الفائدة الثمينة، يقول أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية، يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع، لا يدل على أنه ليس من الشرك، لا يدل على أنه ليس من الشرك. مثلا أولئك المشركون الذين إذا نزلوا واديا وتعوذوا بسيد ذلك الوادي، إذا قدر الله لهم في منزلهم ذلك السلامة ومنزلهم الآخر السلامة، هل هذه السلامة دليل على صحة العمل؟ أو مثلا أيضا شخص قدم قربانا أو نحو ذلك ليوقى مثلا من شيء أو ليحصل شيئا، فقدر الله حصول ذلك الشيء ابتلاء وامتحانا واستدراجا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فمثل حصول ذلك، يعني حصول المنفعة أو انتفاء المضرة، هذا ليس دليلا أبدا على صحة ذلك العمل. يقول أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. إذن ما الذي يستدل به؟ ما الذي يستدل به وما الذي ينهض أن يكون دليلا ومرجعا يستدل به؟ ليست هي التجارب ولا الآراء ولا العقول ولا غير ذلك، وإنما الدليل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والأدلة جاءت واضحة، ساق المصنف رحمه الله طرفا منها دالة بوضوح وجلاء على أن الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى شرك بالله عز وجل ناقلة من الملة. نعم، بقي علينا بعض المسائل في ترجمة مضت. باب من تبرك بشجرة أو حجر نحوهما. نعم، المسألة 20. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل 20، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. هذه المسألة 20 بقيت علينا وبعض المسائل إلى نهاية هذه الترجمة. باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. وتحت هذه الترجمة كما سبق أن عرفنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه، يقول رحمه الله المسألة 20 أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أن العبادات مبناها على الأمر، ولهذا لم يفعلوا لما رأوا للمشركين شجرة يقال لها ذات أنواط يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم، لم يفعلوا ذلك، بل قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقولهم له اجعل لنا يدل على أنهم يعرفون ويعلمون أن العبادة مبناها على الأمر، أن العبادة مبناها على الأمر، يعني مجيء الأمر بها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا فعل الإنسان عبادة لم يأتي بها أمر في الكتاب ولا في السنة فهي بدعة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال رحمه الله تعالى فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أي الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك. وفي هذه المسائل الثلاثة أفرد رحمه الله تعالى رسالته المعروفة بالأصول الثلاثة.
قال رحمه الله تعالى: أما من ربك فواضح. أما من ربك فواضح، أي ما يتعلق بالعبادة وإخلاص الدين لله والتحذير من الشرك ومن التعلق بغيره سبحانه وتعالى، فهذه واضحة وظاهرة في الحديث. ولما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا يدل على المسألة الأولى: من ربك؟ قال رحمه الله تعالى: وأما من نبيك، فمن إخباره بأنباء الغيب، وهذا عالم من أعلام النبوة، عالم من أعلام النبوة. فقوله من نبيك يستفاد من إخباره بأنباء الغيب، مثل قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا إخبار عن أمر يقع في المستقبل ووقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. مثله قوله في الحديث الآخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم. مثله أيضا قوله: إنه من يعش فيكم فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا الإخبار بالغيب الذي وقع طبقا لما أخبر هو علم من أعلام نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وأما ما دينك، فمن قولهم اجعل لنا إلها، اجعل لنا إلها، وهذا فيه أن الدين هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره والانقياد لما جاء عنه سبحانه وتعالى وترك ما سوى ذلك. وهذا يستفاد كل من قول اجعل لنا إلها، فهذا يفيد أن العبادة مبناها على الأمر والتسليم والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى وترك ما سوى ذلك مما لم يأتي به أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. المسألة الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سنة هؤلاء وسنة هؤلاء في مقام الدم، في قوله أولا: إنها السنن، الله أكبر، إنها السنن، وثم قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم. نعم. الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذه فائدة ثمينة يختم بها رحمه الله تعالى مسائل هذا الباب: باب من من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. وهذا مستفاد من قول أبو واقد: ونحن حدثاء عهد بكفر، ونحن حدثاء عهد بكفر. فالمنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه إذا دخل في الحق لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الرواسب أو البقايا التي من عقيدته قبل هدايته إلى الحق، فيقولها أو يقررها أو يدعو إليها ظنا أنها من الحق وهي في الواقع من بقايا اعتقاداته الأولى أيام جاهليته، اعتقاداته الأولى أيام جاهليته. ولهذا الشيخ رحمه الله سبق أن نبه في بعض المسائل أن غيرهم لا يجهل ذلك. في المسألة الثانية عشرة قال: قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، قال فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. غيرهم أي من رسخت قدمه في العلم
والدين والإيمان، وطالت مدة زمانه في 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 الإيمان والإسلام والطاعة لله سبحانه وتعالى، لا يكون الحال في مثل هذا كالحال في الشخص الذي هو حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بجاهلية، فإن مثل هذا لا يأمن أن تكون فيه بعض البقايا أو بعض الرواسب. وهذا حقيقة يستفاد منه فائدة، أن من كان حديث عهد بجاهلية، من كان حديث عهد بجاهلية عليه أن يعتني بالعلم عناية دقيقة، كما أشار رحمه الله تعالى من كان حديث عهد بجاهلية لا يؤمن أن يكون عنده شيء من الرواسب أو البقايا من جاهلية قد يظنها من الإسلام. فانظروا هذه الطريقة المسددة الموفقة المباركة التي كان عليها أبو واقد ومن معه من الصحب الكرام، قالوا اجعل لنا، يعني لم يتبنوا تلك الأمور مباشرة ويدعو الناس إليها، وإنما قالوا اجعل لنا، فلما نبههم توقفوا عن هذا الأمر. بينما بعض الناس قد يدخل في الإسلام وتكون عنده بعض الرواسب، ولا سيما من أمور كانت تعجبه أو نفسه تميل إليها، ويبادر لدعوة الناس إليها، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث حينئذ؟ انظر إلى الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام، الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام وهي كثيرة جدا، تجد في كثير منها تداخلت الأمور وأصبحت عندها مزيج مثلا إما من عقائد الهندوك أو عقائد المجوس أو عقائد اليهود أو غير ذلك، وهذه ترجع في تقديري والله تعالى أعلم إلى أحد أمرين، إما سوء طوية من بعضهم، إما سوء طوية يعني يدخل في الإسلام ويتظاهر أنه من أهل الإسلام ثم يشق في الناس مذهبا أو معتقدا يمزج فيه بين أمور ينتقيها من الإسلام وأمور من الديانة التي كان عليها أو الديانات الأخرى، وحصل مثل هذا أن ناسا اندس وتظاهر بالإسلام ثم أخذ يقرر نحلة أو عقيدة أو مذهبا فوجد له أتباع في عقيدته أو مذهبه، هذا أمر. الأمر الآخر قد يكون يريد الخير ويريد نعم الخير لكنه تعجل ولم يتأنى ولم يتعلم ولم يتفقه، ومجرد أن دخل في الإسلام وأخذ بشيء من الجوانب التي في هذا الدين بدأ يدعو ويتصدر للدعوة، فأصبحت دعوته ولم ترسخ قدمه في العلم والإيمان، أصبحت دعوته ماذا؟ مزيجا بين الشيء القليل الذي تعلم من الإسلام والركام الذي كان معه في جاهليته قبل إسلامه. ولهذا لما تطالع في كتب الفرق المنتسبة إلى الإسلام، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، تجد أن كثير من هذه الفرق فيها هذا المعنى الذي أشرت إليه. فإذا المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الفائدة فيها التنبيه إلى أن من كان حديث عهد بجاهلية عليه أن يتأنى ويتعلم ويتفقه ولا يبادر لأي عمل من الأعمال حتى يتحقق من أن الشرع أذن به وأمر به ودل عليه، لا يعمله هو فضلا عن أن يكون داعية للآخرين إلى فعل ذلك الأمر الذي
ربما يتبين أنه مما لا أصل له في دين الله، وأنه من بقايا جاهليته قبل دخوله للإسلام. فهذه مسألة ثمينة ومهمة نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هذا الأخ يقول: نقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن شيخ الإسلام بن تيمية مقولة يريد معناها، يقول: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغيره من المخلوقات. أي أن ذلك كله من الشرك، أي أن ذلك كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والحلف بغير الله سبحانه وتعالى على قسمين: قسم عن تعظيم للمحلوف بالله، المحلوف به صنما أو حجرا أو غير ذلك، تعظيما مثل تعظيم الله أو أشد من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا يقع عند عدد ممن يحلفون بغيره، قد يحلف بالله ولا يبالي كاذبا، ولا يحلف بغير الله كاذبا من شدة ما قام في قلبه من تعظيم لذلك الغير، فهذا من الشرك الأكبر، فهذا من الشرك الأكبر. جزاكم الله.